اونلي وان دوز بالنسبه لسبوتنيك الروسي. غيروا من ادينو فايروس من 26 في الاول ل 5 في الثاني. هي ان الفايروس طبعا مكونات اللقاح، المكون الرئيسي هو الحمض النووي الريبوزي مسنجر ار ان اي. اللقاح تخص كلها بزنس، يعني لما دار اللقاح واحد العالم كله قاعد ثاني مش تاخذ جرعتين من الجسم مش حيمشي مع الكل. الصراحه يعني من خلال الدراسات اللي نشوف فيها علاش ما نجحش بشكل كبير، يعني في ناس صاروا لها اعراض اكبر 2 دوز يعني 26 و5. انا اعطينا جرعتين للانسان